سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وأعزائي في منتدى سيف القدس. في هذه الحلقة الجديدة ندخل إلى المناقشة. بدي شوف إذا بس خينا رضا فات ولا بعد، لأنه بعتقد بيكون حكي الدكتور زياد بالفسحة لسه ما فات. طيب أنا رح أبلش من عند الأستاذ سهيل، تفضل. السلام القدس عليكم. سلام القدس، تفضل. في تقديري في حبيت ألفت الحديث على بعض القضايا في مسألة الحديث عن ترسيم الحدود مثلا في لبنان. للأسف الحديث عن خط 29 واللي بيزاود على خط 29 وعلى انه هذا تنازل من الحكي، ما حدش منهم طارح مساله انه يا عمي هي السنيوره وتعالوا تنحاسب السنيوره على اللي وقعوا الى اخره. يعني بعتقد انا انه حتى ممكن ما يتمش التوصل لاتفاق على اقل من 29 في الفتره الحاليه رغم الضغط اللي موجود، لانه المعركه هي بالاساس كلها سواء اوكرانيا او ترسيم الحدود حتى أمن إسرائيل كله مرتبط حالياً في معركة الغاز العالمية اللي عمالها بتتم. أمريكا بتحاول تبيع وهم للأوروبيين في مسألة الغزو الأمريكي الغزو الروسي لأوكرانيا حتى تمدد مسألة عرقلة أنبوب الغاز السائل الشمالي 2 وتفرض على أوروبا عقود آجلة بالنسبة للغاز المسال ولا آخر وتحقق مصالحها من جهة. بالنسبة لمسألة الشرق الأوسط، إسرائيل عمالها بتفقد دورها وظيفتها في المنطقة. أمريكا بتحاول تخلق لها وظيفة جديدة حتى تقدر تستمر إسرائيل، وهذا الحكي في تقديري عم بيتم عن طريق الغاز وتشبيكها مع الأردن ومع مصر ومحاولة التطبيع غير المباشر في تشبيكها مع لبنان ولاحقا سوريا ومن الحكي حتى يصير فعلا في هناك وظيفة لهذه الدولة اللي طبعا في اعتقادي كمان هذا الحكي ما راح يتم. وإسرائيل عمالها في تراجع وإذا بتأخذ العشر سنين ممكن أبقى متفائل كثير إنه راح أضل 10 سنين. في مسألة الربيع العربي تحدثت أنت قبل قليل عن مسألة تجربة مصر ومسألة استفتاء على كام ديفيد. أنا كان عندي قناعة أنه من بداية الربيع العربي دائما كنت أطرح سؤال، هل هذا الشارع له قيادة واضحة وبترفع شعار سواء في مصر إسقاط كام ديفيد، في السودان مسألة خروج القوات من اليمن ولا للتطبيع، كل هاي الشغلات يعني في ليبيا كمان حتى اللي صارت اوكي بتنزل، يعني كانت حتى ما يسمى الثوره السوريه كانت تروح على مساله التطبيع مع اسرائيل. هذا الاشي اكبر مؤشر مساله البوصله، لانه بدك تعرف انت هذا الحزب بغض النظر مسمياته يسار التقدم الاسلامي الى اخره، هذا يتجه نحو ثوره تقدم للامام، موقف من المشروع الصهيوني الأمريكي بالمنطقة والقضية الفلسطينية. هذا بيحتم كل المسائل في مسألة إذا في ثورة أو لا. في مسألة أخرى اللي هي في الفترة الأخيرة، يعني شفنا مسألة الرئاسة، موقف الرئاسة أو مكتب الرئاسة في لبنان فيما صار في مسألة الموازنة. في تقديري في هناك بلبل كثير وما تمش توضيحها، زي اللي عندي إحساس إنه أمريكا أطبقت على رئيس الجمهورية في الحلقة الضيقة تاعته. يعني في الفترة الأخيرة عم نشوف إحنا إنه فعلًا في هناك مواقف غير موزنة من مكتب الرئاسة في الجمهورية اللبنانية. يعني فإذا في إمكانية بس تعطونا توضيح بهاي المسألة. شكرًا أستاذ سهيل، يعطيك العافية. أستاذ محمد غنايم، أستاذ محمد غنايم معنا والله. طيب مدام كارلا تفضلي.
كمان استاذ بس مشراب. اوكي سلام القدس عليكم، تحياتنا لكم استاذ. حياك الله. الله يحفظك. على موضوع اليمن الحقيقة، يعني هل فعلا أمريكا تريد أن تنهي حرب اليمن في لحظة ما؟ يعني ما يجري على أرض الواقع أن أمريكا تغري العرب بشراء مزيد من الأسلحة، بدل من أن تقول أنه هذه الحرب وتعدوا الجيوش إلى ثكناتها وتعودوا أهل اليمن الذين تعرضوا لكل هذا الدمار، تقول لهم لا اشتروا أسلحة بمليارات ومليارات. ويعني لا، يعني تدمير المدن العربية هي خسارة لكل الأمة، يعني سواء في اليمن، في الإمارات، في السعودية، هي خسارة لكل الأمة. فيعني لم يبق لنا إلا التمنيات أن تنتهي هذه الحرب. موضوع يعني النقطة الثانية، موضوع أوكرانيا وروسيا، هي فعلا يعني هذه الـ يعني هل هي يعني العنجهية الأمريكية فعلا، هل هي يعني لا تريد أن تلفظ أنفاسها أو لا تريد أن تتراجع؟ في الحقيقة على موضوع العنجهية كان في يعني حادث ذكرها الراحل محمد حسن هيكل، أنه كانت في جزيرة في المحيط الهادي وأمريكا لا تعرف عنها. هذا الكلام أعتقد في الثلاثينات تقريبا. فالولايات المتحدة في ذلك الوقت بعثت فرقات عسكرية يعني على تلك الجزيرة، فراحت قصفتها، فوقفت الفرقات مقابل الجزيرة وأطلقت قذيفتين. فتصادف أنه في هذه الجزيرة كانت محتلة من البرتغال، وهناك حامية برتغالية، فردت على السفينة باللاسلكي أنه إحنا نأسف لعدم وجود ذخيرة لدينا لنرد لكم التحية. فقال لهم قائد الفرقات الأمريكية: نحن لم نأتي لنقدم لكم التحية، نحن نريد احتلال هذه الجزيرة وعليكم الاستسلام. فوفعلا استسلمت الحامية البرتغالية وبقيت فيها الولايات المتحدة لهذا اليوم. على موضوع يعني فهذا يعني هذه هي العقلية الأمريكية، واللي يعني التي تحاول يعني بدها تستفز روسيا. جزر غرناطة بعد الهزيمة بلبنان راحوا على غرناطة عملوا غزو بس لحتى يغطوا الهزيمة والانسحاب. نعم، ففي يعني حقيقة هذا يعني موضوع أوكرانيا وروسيا، هناك مكر كبير. يعني الأول شيء يلاحظ أن هناك تفوق إعلامي كبير لصالح أمريكا في الترويج والتبرير لهذه الحرب وتصوير الأمور بعكس ما تسير في الواقع. ونرى نحن مثلا أن معظم وسائل الإعلام العربية تروج إلى الدول الأمريكية، وهذا يعني يبين أيضا مرة أخرى خطورة دور الإعلام الذي تحدثنا عنه كذا مرة في يعني في لقاءات سيف القدس. أيضا هناك قد يكون سيناريو آخر أستاذ ناصر، مع يعني مع طبعا مع تقديرنا واحترامنا لرأيك، انه ممكن يعني اشعال حرب، يعني ممكن يكون في هناك عمليه مخابراتيه انه يخلوا مثلا فرقه من الجيش الاوكراني او يعني مجموعه او كتيبه تطلق عده صواريخ يعني تصيب سكان مدنيين بخسائر فادحه ويصير رد وتشتعل الحرب. يعني هذا لا زال السيناريو لا يمكن ان يستبعد، وحقيقه كذا محلل حكى عنه. انتقل للموضوع اللبناني. أنا الحقيقة يمكن كنت في زيارة لأحد البلاد العربية وتعرفت يعني على شخص من لبنان، فحكى لي عن الراحل عماد مغنية رحمه الله وجعل الجنة مثواه، يعني أشياء تشبه الأساطير. يعني فقول له: معقول هذا يا رجل؟ هذا جيمس بوند اللي كان بيعمل حجز زي كل. فقال لي لا فعلا هو يعني كان هذا الشخص بهذا المستوى. فيعني الحقيقة يعني هذا خسارة للأمة، ويعني ربنا يعوضنا خير بحضرتك بسماحة السيد آخرين لربنا نعلمهم إن شاء الله، ربنا يعوضنا خير فيهم. على الموضوع اللبناني أيضا في تغريدة اليوم أستاذ ناصر للأستاذ ميخائيل عوض، وطبعا يمكن بدأ بشكل يعني تهكمي شوية، بيحكي أنه أثناء الشيء اسمعوا مني وأقيلوا حكومة اللصوص وتحقيق العدل وحماية القتلة، تخدعون لا وأقبلوا مش وأقيلوا، أقبلوا حكومة اللصوص والتحقيق العدل وحماية القتلة، تخدعون أنفسكم وتفرطون بالفرص، النظام خرقة بالية والحل في مكان آخر وبإجراءات جدية.
فمش عارف يا ريت هيك اذا بتحب تعلق على تغريده ميخائيل عوض او لا ما بعرف. وتحياتي لك ولكل المشاركين وشكرا والسلام عليكم. شكرا لك استاذ باسم. شكرا استاذ محمد غنايم، صرت معنا. طيب مدام كارلا، شفتك فتحتي، انا رح ارجع اعطيكي مره اخرى. عم بقدر اعمل، عم تسمعني هلا؟ اي تفضلي. مساء الخير. انا ناصر، بس بدي ارجع على شغلتين. اول شيء بدي ارجع على قصه خط ترسيم الحدود، لانه بحسب اللي انقال من الوفد تبع الجيش اللبناني والعميد اللي كان هو مستلم المفاوضات بتوجيهات سفارة الرئيس اكزاكتومون، وكانت على اساس انه هذا خط تقني محض. طيب شو عدا ما بدا وكان الرئيس مستعد يمضي، ونحكى بهالموضوع واكيد سمعت انت فيها، وكان على اساس انه بده ينمضى، شو عدا ما بدا غير صحيح هالموضوع؟ هاي المعلومات كلها غير صحيحه ست كارلا. الرئيس كان، لا بس هيدي قالت كان في مستشار لفخم، معلش ناصر، في مستشار لفخامه الرئيس حكيها وطلع قال على التلفزيون. نو نو نو، هلا برجع بذكر اسمه. أمريكا. كان هو مظبوط. طيب راعى امريكا وما نفد، ما نفد. لا لا لا. بس لا مش هون النقطه، انت بتعرفي ناصر، ناصر. يعني انا لحظة. انا ماني ما شغلتي زين صوره الرئيس عون، بس انا بدي اكون منصف. ايه انا المعلومات الاكيد اللي عندي انه الرئيس أوكي. عون، وهذا الحكي حكي اليوم بسام ياسين، فوتي على التويتر بتلاقي الفيديو تبعه، بيقول العميد ياسين انه نحن كان الخط 29 بالنسبة لنا هو الماكسيموم بلين، الماكسيموم حده بصبوص، مظبوط، يعني مازن بصبوص اللي اشتغل على هو اللي صنع الخط 29 اذا بدك مع نجيب عيسى، بيقول بحضور مازن بصبوص بسام ياسين انه هذا كان الماكسيموم بلين على قاعدة الخط 23، هو الخط الرسمي للسيادة، وبين 23 و 29 بدنا نفاوض. رئيس جمهورية اعتبر انه ما في امكانية ليقدر يفاوض اذا ما مضى من الوزراء المرسوم ونحط عنده بالجارور. لقلن للامريكان وقتها لما اجوا زاروا الامريكان، اذا بتتذكري انه بسياق ضغط، يعني شنكر لما اجى عمل له اخر زيارة قبل ما يطلع تقاعد، قال له فتح له الجارور وقال له هذا المرسوم هون، إذا ما في عودة للتفاوض على أساس التسليم بالـ 23 والبحث بين الـ 23 و 29 أنا رح أوقع. وبالتالي أنا برأيي أنه الرئيس من الأصل عم بدير المفاوضات على قاعدة إسقاط خط هوف، أي بين الخط 1 والخط 23، والانتقال إلى أنه 23 بيصير ثابت بدل ما كان الواحد ثابت وبنشوف شو بنعطيكم زيادة عنه قبل الـ 23، بصير 23 ثابت وبنشوف شو بنقدر نجيب زيادة عنه بينه وبين الـ 29. استراتيجية الرئيس ما تغيرت. عال دكتور عال، نفترض انه هذه نجحت معنا، شو اللي بيمنع اذا بلشنا نحن نفاوض معهم على هذا الاساس، شو اللي بيمنع بكرة يعملوا علينا ضغوطات مماثلة على مزارع شبعة؟ هيديك حدود دولية مرسمة، ما عم نحكي عن ترسيم. إيه بس ما انت، ما انت قلت انه مرسمة، بس هن معتبرين حالهم انه فاتوا واخذوها. هن بيقولوا 242 عم اهلك كارلا شوي شوي. هن هونيك لا خلاف على الخطوط، يعني ما في خط زايد ناقص عم نحكي عليه بالبر. بالبر هن بيقولوا مزارع شبعة مرتبطة بالقرار 242، نحن بنقول مرتبطة بال 425 على الآن هون، لا نحن مستعجلين ولا هني مستعجلين، لأنه ربطها بالجولان أوكي. نحن ما عندنا مشكل فيه، اللي عنده مشكل فيه روح يجيب لنا إياه. راح السنيورة شف حاله مع أمين عام الأمم المتحدة وأخذ موافقة حتى من حزب الله، لا نمانع بأنه ينسحب منها الإسرائيلي ويعطيها لليونيفل بال 17-01. استقر عن مزارع شبعة، بتقول انه يقوم الامين العام، الناس ما بتقرا بتشلقنا مشالقه بالقرارات، حتى القرار 1559 بيقول انسحاب جميع القوات الاجنبيه. طيب طلعت القوات السوريه، القوات الاسرائيليه بعدها والله ما بعدها، وبالتالي قبل ما تحكيني بسحب سلاح حزب الله تحت عنوان حل الاشياء بدك تحكيني بالانسحاب الاسرائيلي.
يكلف الأمين العام بمساعي حل القضايا المتنازع عليها بما فيها قضية مزارع شبعة نصاً بال 17-02. إجا الأمين العام عمل برمتو بانكيمون إذا بتتذكروا بال 2007 زار لبنان وأخذ موافقة لبنان أنه ما بيمشي عليها انتشار يونيفيل وجيش إذا قدرنا نجيبها من إسرائيل بس يونيفيل بيفوت عليها. حزب الله قال يا خي أنا ما عندي مانع. راحوا لعند الإسرائيلي قال الإسرائيلي لا. ليش بدوا فؤاد السنيورة؟ بدوا لأنه يقولوا هاي المزارع تحررت شو بعد في عنده ذريعة حزب الله على أساس أنه بنزرك المقاومة أكثر. طبعا المقاومة حاجة دفاعية بالنسبة لنا وليست فقط حاجة للتحرير. بس هني بمنطقهم مثل لما بال2000 صار التحرير بالنسبة الأكبر إجوا كثيرين يقولوا أنه انتهى مبرر سلاح المقاومة. عندهم اعتقاد أنه مزارع شبعة قدمت تغطية إضافية لبقاء السلاح. أنا رح أقول لك سلفاً مزارع شبعة الإسرائيلي إذا بيطلع منها بدون الجولان بيكون غبي والإسرائيلي بمصالحه مش غبي. مزارع شبعة والجولان في تداخل وتشابك. ليش فاتوا عليها هني بال 67 أصلاً؟ الجيش السوري فات عليها قبل ال 67 بطلب رسمي من الدولة اللبنانية بأنه تنتشر وحدات للجيش السوري لأنه يستحيل الدفاع عن الجولان إذا كانت مزارع شبعة متروكة. فإذا فات الإسرائيلي على مزارع شبعة سقط الجولان. طلب الجيش السوري من الجيش اللبناني أن يسمح له بالانتشار في المزارع فأعطاه هذا السماح فانتشر الجيش السوري. إجا الإسرائيلي احتل الجولان واحتل معه المزارع. عم نحكي كرواية تاريخية. طلع ريمون إدي أصلاً بعد 67 هو أول من أثار قضية المطالبة اللبنانية اللي راحت فيها مراسلة إلى مجلس الأمن بناء على إثارة العميد إدي لقضية مزارع شبعة أنه عندنا أرض احتلوها بغض النظر كنا عايرين أو سامحين للجيش السوري ينتشر فيها أو لا، لكن هي أرض لبنانية ويجب أن يطلب لبنان الانسحاب منها. المهم أمن الجولان وأمن مزارع شبعة واحد. إذا والإسرائيلي بيعرف حتى لو أعطاها لليونيفيل عمليا إذا هو مش موجود فيها بيعتبر ثاني يوم المقاومة صارت فيها، وبالتالي معركة تحرير الجولان صارت قاب قوسين بالنسبة للمقاومة. إذا الإسرائيلي مش طالع منها، طيب ما المقاومة وسوريا عندهم مشروع مشترك لتحرير الجولان وتحرير مزارع شبعة، خلينا نحطه على جنب. لكن هل هناك خطر أنه ينتزعوا من لبنان ورقة تنازل عن مزارع شبعة؟ إذا هذا سؤالي أنا رأيي في حتى بيقدر، لأنه هي خيانة وطنية. هون عم تحكي حدود دولية مرسمة بال 23 ومؤكدة بال 36، مين بيقدر أي رئيس جمهورية وأي رئيس حكومة أنه يقول هي ليست لبنانية؟ بيقدر يقول محتلة وهلأ ما فينا نحررها أوكي، أما أن يتنازل عن لبنانيتها فهذا لا يستطيعه. هلأ إذا أنا بقول بين 23 و29 رح شبه لك إياه شو بتشبه. تشبه القرى السبع. القرى السبع لبنانية، ما بدنا نقاش أصلاً، أهلها لبنانيين وعطيناهم جنسية على أساس. هول اللبنانيين بالقرى اللبنانية اللي كانت بحدود 23 ضمن لبنان بال 36 انشالت من لبنان صارت جزء من قضاء الحولي، ثم بال 49 تكرست باتفاقية الهدنة داخل خط الهدنة اللي هو يعتبر أنه خط الحدود، علما بنفس الاتفاقية بيقولوا أنه هذا الخط ليس خطا نهائيا يحق لأي دولة أن تنازع بهذا الخط باعتباره خط للهدنة. القرى السبع إذا بتقليلي لبنانية بلك لبنانية، لكن الخط الدولي المثبت للبنان باتفاقية 36 قرى السبع فيه هي ضمن فلسطين وليست ضمن لبنان. وبالتالي هون بصير المفاوضات على الترسيم إلى معنى أنه إذا عم نفاوض من أول وجديد على خط حدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة برا، نوقف ومنقول القرى السبع لبنانية ومنقاتل لنضمها هذا أمر، وبين نعتمد أنه في خط مرسم نهائيا حدا بيقدر يتنازل عنه أمر تاني. بالبحر نحن هلأ عم نرسم الخط. المرجعيات القانونية التي تعتمد أكيد بتاخد وبتعطي حتى نكون صادقين. يعني أنا سألت خبراء روس، يعني مش مباشر، سألتهم بالواسطة ورح أحكيها على الهواء. سألت صديقنا السفير زاسبكن أنه إذا طلب لبنان
من روسيا معونة تقنية بقلب التفاوض عم بحكي، انه الامريكان وسيط ما بيقدروا يقدموا هني معونة تقنية. طيب في لبنان يطلب من روسيا معونة تقنية، بجاوبني بعد مدة سأل الخبراء ولنا بيقولوا له انه بموضوع الحدود البحرية لا توجد مرجعيات قانونية 100% لا يختلف عليها. يعني إذا بتتبنى هالنظرية بالترسيم بتوصل على صيغة، هالنظرية توصل على صيغة. لذلك دائما في الترسيم البحري يتم التوصل إلى صيغتين مرجعيتين ويدور التفاوض بينهما. لذلك الإسرائيلي رمى بثقله ليكون الرقم الخط واحد هو المرجعية الأولى اللي وقع عليه السنيورة مع أبروس، والخط 23 هو المرجعية الثانية. أنا رأيي إذا بدنا نكون منصفين، لولا المقاومة ولولا ثبات رئيس الجمهورية ورئيس المجلس لنعطي الناس حقوقها، لما تمكننا من إسقاط التفاوض بين الواحد والثلاثة وعشرين ونقلناه بين الثلاثة وعشرين وتسعة وعشرين. هلأ إذا في ثالث بعد إنه مرجعية دولية قانونية أبعد من التسعة وعشرين وعندك سلطة سياسية أقوى، ما فيك تنتزع التسعة وعشرين، فيك تقولي التفاوض بين هاي وهاي، بين هاي وهاي. نعم، يعني إذا أنت إذا أخذنا الخيار يلي أنت قلته إنه بعد عنا بالمرجعية العسكرية، عم بختصرها بسرعة، إنه أيوة. بالجهوزيات العسكرية إذا بدنا نستفيد من الخبرات وكان في إرادة صلبة بالبلد، منقول لا للمفاوضات exactly. خط 29 تمام. واللي بحب يقرب عليه بدنا نكسر رجلي. أنا رأيي لا يوجد لدينا ميزان قوى سياسي يسمح بمثل هذا الخيار. معنا ميزان قوى سياسي بالبلد، مفهوم. مش بس بالحكم عم بحكي، بالمجتمع. أنت شايف النقاش اللي بالبلد وشايف المناخات. أكيد أكيد مفهوم مفهوم. أنا رأيي عظيم جدا أنه نقدر بهذا الانهيار السياسي الموجود والانهيار الأخلاقي والانهيار الوطني، أنه نقدر نعمل إجماع بالسلطة المرجعية اللي هي الجيش فيها الأد الإيد الأمريكانية فايتي، ورغم ذلك يجب أن نسجل لقيادة الجيش. نختلف معه عمية قصة للعماد عون جوزيف عون، بس لازم نقول بهالموضوع هو لم يساوم، بهالموضوع رئيس الجمهورية ما ساوم، بهالموضوع رئيس المجلس ما ساوم، بهالموضوع رئيس الحكومة كان مستعد يساوم. أكيد. شكرا لك مدام كارلو. اوكي دكتور، دائما احلى مشاركاتك، دائما بتغني انت. مفهوم، ميرسي بوكو. بس يرضى زياد بس. ميرسي، تسلم. انا ما هلا هلا مش طيب. شكرا لك استاذ محمد الغنيم، عدت الينا ام لا زلت غائبا؟ ما عادش بدي اعطيه للاستاذ محمد، خلص زعلت. استاذ خالد انا شايلك للاخر انت واستاذ سميح. ها استاذ علاء تفضل. سلام القدس على الجميع. سلام القدس استاذ ناصر. انا عندي بس تعليق بسيط. انا شايف اول شيء بالنسبة لموضوع أوكرانيا، أنا بحكي إنه الأمريكي صنع ملف حتى يحقق صور وهمي، هو متيقن وعارف إنه الروس ما عندهم نية لغزو أوكرانيا ومش في وارد غزو أوكرانيا، بس هو صنع هذا الملف وغذاب الإعلام عشان يعمل انتصار بالنهاية إنه هو منع روسيا من غزو أوكرانيا. نعم، وهذا الأمريكي بيعمله كثير وبمارسه كثير، يعني زي الملف النووي الإيراني منعناها من امتلاك سلاح، زي ملف المحكمة الدولية بلبنان، بيحطه بالدرج سنوات، بيرجع لسبب معين بيطلعه بيحكي فيه وبيشيله وبرد بيرجعه على الدرج، يعني متعودين عليه الأسلوب. يعني في شغلة ثانية، في تصعيد كبير بالقدس من حوالي 3-4 ساعات، يمكن مع احنا انشغلنا باللقاء. لا انا عم تابع والله كثير، هاي الميادين بتبث مباشر، يظهر انه في تصعيد، ممكن اليوم يصير في تحرك من غزه، تنفجر المواجهه احتمال. بس انا بين هلالين بتقول هاي مشان الاصدقاء والزملاء اللي بالحلقه الماضيه كنا عم نحكي انه ما بنعرف ايمتى، لانه المستوطنين بشكل ديناميكي لا تستطيع اي حكومه الامساك بها، والناشطون المقاومون الفلسطينيون بشكل ديناميكي ما بتقدر السلطه تسيطر عليها. هذا اللي عم بصير اليوم مصداق لما قلناه.
بالضبط، حتى هو مضطر، الحكومة الإسرائيلية قد ما تكون بمأزق مضطرة تغطي نشاطهم وتغطي تماديهم، يعني مضطر يبعث جيش يحميهم، يعني هو مجبر أنه يحميهم تماما. في مسألة ثالثة، الموضوع التقييم اللي حضرتك تفضلت فيه لموضوع الجيش السوري وحزب الله، أكيد بنتفق معك 100%. أكيد الإسرائيلي لسه ما زال بيصعد بالجبهة السورية وبمارس القصف والغارات، ويعني ما بنعرف متى ممكن يكون في تحول بهاي المنطقة، ما بنعرف. وأتوقع يعني إن شاء الله أن هالأمور ماشية للأفضل إن شاء الله، وسلام القدس على الجميع. سلام القدس أخ عماد. أستاذ عادل تفضل. نعم. سلام القدس على الجميع. سلام القدس عليكم. تحياتي لك ولكل الحضور أستاذ ناصر. أستاذ ناصر، بالنسبة للموضوع الأوكراني فقط، يعني أنا لفتني هذا التجيش الإعلامي مع اشتغلت الإعلامية الأمريكية على مستوى العالم، لفتني أمر يعني أنه تحديد موعد لبدايه الغزو الروسي من قبل التجيش الامريكي، وبالمقابل نجد هذا الفزع الذي نجده عند الرئيس الاوكراني وشبه معارضه لما تفرضه امريكا من خلال اجندتها الاعلاميه، انه اصبح هناك رايين، يعني هو ضد انه هذا التهويل وكذا، ولاحظ انه الامريكيين يحددون تاريخ معين لي والترويج له على أساس أنه هذا يكون بداية الغزو الروسي. يعني ألا تعتقد أن هناك احتمال أن الأمريكان يخططون لعمل ما يورطون الأوكرانيين والروسيين، يعني غصبا عنهم بالفرض عليهم فقط؟ هذا هو السؤال اللي عندي، نتمنى الإجابة إن شاء الله. شكرا أستاذ عادل. أكيد هلا أستاذ محمد، يعني يبدو أنت طلّيت. العفو أستاذ محمد. تفضل استاذ محمد. طيب لا حول ولا قوه. استاذ برسوميان تفضل. انميوت. سلام القدس عليكم جميعا. سلام القدس. عطفا على مقابلة السيد حسن نصر الله الأسبوع الماضي على محطة العالم، انتابني بعض الأفكار أريد أن أشاركها معكم. على سبيل المثال، تكلمنا أكثر من مرة بموضوع الرد على الهجوم بالكامل يوني. شو هذا مكتوب؟ نعم. أنا أرى أن الرد أستاذ محمد فاتح عندك المايك وعم تحكي. كان الرد تفضل. سكرنا. سكرنا تمام. أول شيء يجب أن ننتبه إلى نقطة مهمة جدا. محور المقاومة هو محور كان لا يمكن فصل أعضائه. سوريا، لبنان، إيران، بشكل ما روسيا أيضا والصين. والقلب، المحور الفاعل هم سوريا، إيران ولبنان. إذا كان الرد طلقة بطلقة فإنه رد بسيط وسخيف أو صاروخ، لكن الرد الكبير استلهاماً مقابلة سماحة السيد هو تفعيل منظومة الدفاع الجوي. فإذا يوجد رد، الرد أيضاً في اليمن المسيرات، إن هذا المحور يقوم بعمل متشابك، وليس من السهل أن نرى النتيجة في وقت قصير. هي كانت مشاركتي. شكرا لك. إضاءة جيدة بالعكس. أستاذ خالد دياب عن الكرسي.
استاذ سميح تفضل اتحفنا. سلام القدس عليكم. سلام القدس يا حبيب، اشتقنا لك حبيبنا. الله يعزك ونحن كمان. الكل في حالة انتظار. أنا بدي أتمنى على الجميع بس يشوفوا لنا الرسمات اللي عم ينشرها الأستاذ سميح والأدبيات الجميلة اللي عم يكتبها، يعني أنا لما عم بصير فرصة عم بحطها بالرسالة اليومية. الله يخليك الله يخليك. لكن أنا شخصياً أستمتع. الله يخليك. هذا من بعض ما لديكم أستاذ الكبير. الشهادة بحقه والله واجبي. تفضل. الكل في حالة انتظار حلفاء أمريكا وأعداء أمريكا. أوكرانيا ستكشف المستور، ستكشف إن كانت أمريكا تمارس لعبة البلوفينج، الخداع الاستراتيجي، أو أنها فعلا ما زالت تستطيع أن تفرض إيقاعها. الحرب عليك أن تتظاهر بالقوة حينما تكون ضعيفا، وعليك أن تتظاهر بالضعف حينما تكون قوياً. كل الإشارات الأمريكية والغربية تهدد بالوير والثبور وعظائم الأمور، ولكن أي من هذه التهديدات لم يذكر الخيار العسكري. ومن قال أن روسيا ليس أمامها سوى الاجتياح الكامل لأوكرانيا. هنالك مروحة كبيرة من الخيارات، بعضها اقتصادية وبعضها عسكرية، دون ما الحاجة إلى الذهاب بعيداً. شخصياً أميل إلى الاعتقاد بأن كل هذه التحركات الأمريكية الغربية هي دليل ضعف وليست دليل قوة. حلفاء أمريكا يراقبون الموقف حتى تنجلي الأمور. ففي حالة التراجع الأمريكي سيقوم كل هؤلاء الحلفاء بإعادة التموضع بما يخدم مصالحهم. أعداء أمريكيا يتفرجون ويحفزون روسيا على عدم التراجع في المطالبة بضمانات مكتوبة تقر بعدم توجه كييف نحو الانضمام إلى الناتو. تراجع أمريكا والغرب يعني بالنسبة للصين التحفز لإعادة تايوان إلى الوطن الأم، ويعني بالنسبة لمحور المقاومة أن موعد تحطيم كبد إسرائيل بات في المتناول. أما أنت أيها العماد فماذا نقول؟ كلما ظهر مقاتلي الكلام ممن يدعون بأنهم قيادات للشعب الفلسطيني سواء في سلطة أوسلو أو غيرهم على شاشات التلفزيون، كلما شعرنا بفقدانك أكثر. لقد كانت يدك تسبق لسانك وفعلك يسبق قولك. فتشت كثيرا في أرشيف التلفزيونات والقنوات كي أجد لك لقاء أو حديثا فلم أفلح. كل الذي وجدته عملية هنا وعملية هناك ترتب عليها هروب كل قوى العدوان بعيدا عن أراضينا، وهم يولولون ويحملون جثامينهم أفقيا من أمريكا إلى فرنسا إلى دولة الاحتلال. لقد ذاكوا الأمرين على يديك. أنت النقيض الكلي والمطلق للأعراب وللخونة ولعبيد الدولار ولدعبس والسنيورة وبن سلمان وبن زايد وآل خليفة والبرهان. أنت الجمال كله والخير كله. كشفت بجمالك وبخيريتك كل بشاعة وسقوط هذه الحفلات. ستبقى في قلوبنا تنبض نبضا مقاوما، ستبقى في ذاكرتنا وفي دمائنا كلما جف نبع الكرامة واستشعرنا بأننا تحاصرنا هبات من الخذلان والنكوص، ونستجمع قوانا ونستلهم العنفوان والكرامة من ذكراك. أخيرا رسالة إلى المطبعين، إنما كنتم معنا أو بالأحرى حينما كنتم تتظاهرون بأنكم معنا كنتم لا في العير ولا في النفير، والآن أنتم مع دولة الاحتلال ستبقون لا في العير ولا في النفير، بل ربما ستشكلون عبئا عليها. هنيئا لكم تحالفكم مع دولة الاحتلال، تحالف المتعوس مع خايب الرجاء. سلام القدس عليكم.
السلام القدسي عليكم. شكرا شكرا استاذ سمير. استاذ خالد تفضل. السلام القدسي عليكم. السلام القدسي حبيبي. سوف أبدأ بالموضوع أوكرانيا. الصراع بين أوكرانيا وروسيا هو صراع قديم من خمسينات القرن الماضي أيام ستالين وأيام نيكيتا خروشوف، وكان هذا الصراع يأخذ صراعا طابعا أيديولوجيا، بمعنى أنهم كانوا يرفضون الفكرة الاشتراكية بينما السوفيات كانوا يريدون الفكرة الاشتراكية. الآن تحول الصراع من صراع أيديولوجي بين الاشتراكية والرأسمالية الذي كان يفكر فيها الحركة القومية في أوكرانيا إلى صراع عرقي قومي قومي، بمعنى أن هؤلاء مجموعة من القوميين المتعصبين الذين يرفضون التعايش مع القومية الروسية. هذا واحد. ثانيا، أنا أستبعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بأي فعل أو أوكرانيا حتى تقوم بأي فعل، والدليل على ذلك أن الأوروبيين يدركون تماما أن ما حصل في الحرب العالمية الثانية ودور أمريكا في الحرب العالمية الثانية، دور أمريكا في الحرب العالمية الثانية هم الذين دفعوا باتجاه هذه الحرب، كانت تربطهم علاقة مع ألمانيا النازية منذ انتصر أو منذ فاز في الانتخابات الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بزعامة هتلر عام 1933، وكانت هناك اتفاقية تقيد ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، وكان ممنوع على ألمانيا أيضا أن تطور قواتها المسلحة أكثر من 100,000 مقاتل في الوقت الذي كانت ألمانيا تعمل على ذلك، وكانت أمريكا تغض الطرف عن ذلك. هناك دلائل كثيرة جدا تثبت ذلك، والأوروبيين يدركون هذه الحقيقة، وبالتالي الأوروبيين لن يقعوا في الفخ مرتين، لن يبنوا على أي خطوة باتجاه أوكرانيا باتجاه روسيا، لأنهم هم سيدفعون الثمن. الآن هي حرب ميديا، والحرب الميديا هي سقطة التي تمارس فيها الولايات المتحدة الأمر الضغط باتجاه روسيا. روسيا تدرك هذه الأبعاد. النقطة الثانية أن روسيا لا تفكر بنظام أوكرانيا. عندما ضمت جبهة جزيرة القرم كما قلت السابق، ضمتها بعد أن كان هناك استفتاء في القرم، لأن الغالبية من القومية الروسية الذين يسكنون هناك. لكن روسيا الآن تدرك هذه الأبعاد، وهي لا تريد أن تدخل في معركة هذا سيؤثر عليها في المستقبل، وبالتالي تغلق لها أزمات اقتصادية وأزمات اجتماعية وأزمات سياسية وأمنية. هذا بشكل فيما يتعلق بموضوع السيد. يعني أنا أعتقد أن طلب الولايات المتحدة الأمريكية اللقاء مع القيادة المقاومة هذا نابع بالدرجة الأولى بالأساس من خطاب السيد الأخير بعد ما حصل في معركة في كمين الطيوني الذي أخدمت القوات اللبنانية على الخطوة، عندما تحدث السيد حسن عن حجم المقاومة بمعنى أنها تعدادها 100,000. هذا أدرك الأمريكي أن أي خطوة عسكرية أو خطوة ميدانية حتى لو شاركت فيها إسرائيل وقوة أخرى وداخل اللبناني العملاء في لبنان فإن النصر للمقاومة. بالتالي الأمريكي أراد أن يخفف من هذه المسألة، وأراد أن يلتقي بقيادة حزب الله حتى يقرأ عقلية هؤلاء كيف يفكر هؤلاء. وبالتالي أنا أعتقد أن الجهاز الأمني في المقاومة يدرك هذه الأبعاد، لأنه هذه النوعية وهذا النموذج لم يمر بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في علاقتها مع أي طرف من الأطراف. هو يريد وفي نفس الوقت يريد أن يخفف من حدة الضغط، ويريد أن يقدم بعض التنازلات حتى لا تظهر للعيان بينه وبين قيادة حزب الله بالمعنى المباشر. عندما تحدث سيد أيضا عن موضوع سلاح الدفاع الجوي، أنا أعتقد أن هذه المسألة هي قديمة. منذ سنتين أبلغ أحد الطيارين الإسرائيليين قيادته العسكرية في القاعدة الجوية أنه تم الإطلاق عليه راداريا. هذا يعني بالعلم العسكري أن الطائرة قد أسقطت، وأن الإطلاق الراداري الذي دام لمدة 5 ثواني حصل في لبنان. هذا يعني من ذلك الحين منذ سنتين خلت كان هناك بروفات وتدريبات على هذا الدفاع الجوي. أنا أعتقد أن الآن هناك قراءة جديدة على مستوى الساحة اللبنانية. فيما يتعلق بموضوع الترسيم للحدود البحرية، أنا أعتقد أن المسألة الغاز بالمعنى المادي هي مهمة جدا، لكن في الأساس هو موقف سياسي، هو مسألة مبدئية، هو بمعنى عدم التراجع، لأن التاريخ سيسجل كل شيء، التاريخ لا يرحم أحد. وبالتالي أنا أعتقد أن المقاومة تأخذ هذا الموقف ليس فقط من أجل الغاز على أهميتها المادية ومساعدة المجتمع اللبناني، لكن على أرضية أيضا تسجيل موقف تاريخي أنها لا يمكن أن تقدم تنازل في أي ملف من الملفات. فيما يتعلق بالشهيد عماد مغي، أنا هنا أقول، هناك مقولة تقول أنت حيث تكون، وهنا أتحدث عن الدور. كل إنسان يمكن أن يجد له دور. عندما بدأت المقاومة في لبنان بأعداد قليلة بإمكانيات بسيطة شكك الكثيرون،
من إمكانية تطور هذه المقاومة وتحقيق هذا الانتصار وأن تصبح قوة إقليمية بل أنها أصبحت قوة عالمية. هنا أتحدث عن من يشكك في إمكانيات بإمكانياته الذاتية على أن يعيد النظر ويدخل إلى الشخصيات التاريخية ويقرأ كيف تفكر هذه الشخصيات التاريخية التي حققت إنجازات كبيرة. عماد مغني لم يدخل أكاديميات عسكرية، لم يدرس العلم العسكري في مدارس عسكرية، لم يكن جنرالا، إنما عملية الجدية وأراد أن يأخذ هذا الدور وأن يحقق هذه الذات. وتحقيق الذات يبدأ بالدرجة الأولى من نكران الذات والإيمان بالهدف وتضحيه من أجل الهدف. هذه الشخصية الاستثنائية التي يجب أن تقرأ في هذا السياق ليس فقط في الإنتاج العسكري، إنما في إنتاج كيفية التعامل، كيفية التعرف على هذه القيادة، نمط التفكير لهذه القيادات، كيف استطاعت أن تنكر الذات وبالتالي أن تجد لها دور وتسجل في صفحات التاريخ الخالد. وشكرا لإلك. شكرا شكرا أخ خالد، يعطيك ألف عافية. أستاذ محمد بعت لي أنه عالج الخلل التقني. أستاذ محمد غنايم تفضل. السلام عليكم. سلام القدس للجميع أستاذ ناصر. سلام القدس. بشكرك على الإطلالة الغنية دائما كعادتك. أنا ما بدي أحكي كثير أستاذ ناصر، بس أتمنى إضافة جانب لأنه الشيخ جراح تشتعل الآن تماماً. في معنى قامي من القدس من الشيخ جراح اللي هو دكتور أمجد شهاب، أفضل من يتكلم عن القدس وعن الشيخ جراح. معنا هون شكرا للجميع. داخل معنا عزوم الدكتور أمجد شهاب اليوم أشبع ضربا وهو من محور المقاومة. عم فتش على اسم أنا، إذا موجود باسم آخر اللي أمجد، أمجد شهاب، الدكتور أمجد شهاب مش حاطط، لا بعتقد هو ذاته أمجد. ممكن. فأفضل من يتكلم. أنا عند طلبك شلت الميوت، نتمنى أن نسمعك يا دكتور أمجد. الله يكرمك دكتور أستاذ ناطق، نتشرف نحن. الله يكرمك أنت البوصلة دائما. معنا معك معك مساء الخير. تفضل يسعد مساك. سلام كثير عليكم. السلام القدس لكم. أنا بشكرك كثير وأنا من متابعينك وإلي الشرف أني أتحدث اليوم معكم في هذه المجموعة الكريمة. أنا نتشرف فيك وبالقدس وبكل مناضلين في فلسطين. بارك الله فيكم. يعني إحنا بالنسبة للشيخ جراح كان اليوم يعني يوم كان مؤلم وموجع جدا، خاصة أن أحد أعضاء الكنيسة الصهاينة يعني تجرأ وجلس في أرض فلسطينية واغتصبها في وضح النهار ووضع مكتبه، وتم الاعتداء على عائلة إبراهيم سالم أمام أعين الجميع، وتم انتهاك القانون الدولي أمام يعني الكاميرات، وأهالي الشيخ جراح عم بقاوموا لوحدهم عزل وعم بواجهوا مصير صعب جدا. وأنا شاهدت في أعيني كيف بيتم اعتداء على نساء المقدسيات وحتى على على أم إبراهيم البيت المهدد، وتم إصابتها في اليد يعني وسال الدم منها. وللأسف الشديد حتى يعني الجهات الرسمية الفلسطينية لم تساهم بأي شيء، يعني كانوا يتفرجوا علينا كيف تم الاعتداء علينا، وكان هناك يعني تعربد لقطعان المستوطنين بشكل يعني وقح ولا يحسب حساب لأحد يعني. وسمعنا يعني هتافات عنصرية وسمعنا تهديدات، وكان تهديدات كلها موجهة لأهلي الشيخ جراح إنه وقت خروجكم اقترب وأفضل منكم أنكم تخرجوا هذه الأرض مش إلكم. وهذا دل على شيء، بدل على وضع سيء جدا. وأنا ذكرت يعني أيام النكبة 48. نعم. كيف تعاد اليوم، تعاد إحنا تعاد أمام أعيننا ونحن يعني نشعر بالعجز والشلل وعدم يعني وجود أي آلية ترعب هؤلاء المجرمين الصهاينة في الإساءة يعني للمقدسيين الذين على الأقل يحاولون بكل وسائل المتاحة لهم أنه يصمدوا أمام هذا التهويد المستمر. يعني في السنة هذه كانت سنة صعبة جدا على المقدسيين، لأنه نسبة البيوت التي هدمت والأراضي التي صودرت والاعتداءات وخاصة يعني هدم البيوت كانت بدرجة وتيرة عالية جدا، بناء مستوطنات
بشكل كبير جدا. عدد الفلسطينيين التي يعني أجبروا على الخروج خارج الجدار العنصري يزيد عن ثلث عدد المقدسيين الموجودين داخل السور، والأراضي اللي عم تصادر، والاعتداء على المقابر، كل هذا بدون إرادة. يعني نعم. يعني اليوم السؤال الكبير، من تبقى للمقدسين أن يدافع عنهم يعني على جميع المستويات؟ وهذا شيء يعني شيء مؤلم. يعني أنا كمقدسي بشعر يعني بالخذلان، يعني بشعر إنه يعني منحس حالنا وحيدين يعني أمام هذا البحر الهائم من العرب، من الملايين من المسلمين يعني عم بتفرجوا، وعندنا سلطة عم بتطبع مع الاحتلال وعم بتبيعنا أوهام، وبنسمع كتير كلام ثوري، يعني كل يوم نسمع كلام ثوري وعود، ولكن على أرض الواقع ما بنلمس إلا يعني عم ننظر بعيوننا كيف تسقط المدينة المقدسة، أقدس بقاع الأرض عم تسقط، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيء. اعتداءات يومية على الأقصى، لا نفعل شيء على المقابر، على النساء، على يعني بالنهاية يعني نتأمل، نأمل بالنهاية أن يكون هناك يعني وجود حلول على الأقل، أو وجود رادع أن يتوقف هذا الاحتلال المجرم في عربدته، يعني مش بشكل يعني أصبح مقزز، يعني أصبح شيء مؤلم جدا. وبالنهاية نتأمل يعني أن يكون هناك رد من محور المقاومة، لأنه الوقت لم يعد يلعب لصالحنا. في ونحن رح نرفع صوتنا وغدا إلى قيادة محور المقاومة بهذه الصرخة دكتور أمجد، ولن تكون القدس وحدها قطعا. يعني هي الإهانة مش للمقدسين، هي يعني بشكل عام للعرب، للأمة كلها، مش للقوميين حكام العرب انسى، لكن عم نحكي للأمة كلها. يعني نعم، في قوى الآن يعني اتأخذت على عاتقها لما بيقول سماحة السيد مستقبل القدس يعادل حربا إقليمية، هذا كلام مش للاستهلاك، ولكن الآن طبعا القضية أولا في عهدة القوى المقاومة في فلسطين. وأنا رغم كل ما يمكن أن يقال من مآخذ على وضع المقاومة في فلسطين، أنا واثق يعني أننا سنكون هذه الليلة أمام بيانات واضحة يعني بالتحذير والتهديد، وإذا استمر الوضع في التصاعد والتقدم سنكون يعني وبسرعة ذاهبون إلى معركة سيف قدس جديدة إن شاء الله. يعني المقاومة في فلسطين في قطاع غزة هي تجسد اليوم كالأسد السجين الذي لا يستطيع يعني محاصر من أكثر من جهة للأسف الشديد، يعني رغم كل الجهود اللي بيقوموا فيها، وإحنا كل الاحترام والتقدير لهم، ولكن نشعر إنهم من برضه في وضع لا يحسد عليه. يعني الحصار القاسي اللي من الجو والأرض والبحر، وخاصة من دول شقيقة يعني تمارس الضغوط عليهم بشكل كبير. ما هو لذلك دكتور أمجد أصبحت المعركة الآن هي المدخل الوحيد لوضع قضيتي القدس والحصار في والأسرى معهم في منزلة واحدة، لفرض تسوية تحمي القدس وتطلق الأسرى وتفك الحصار دون يعني تسييل ميزان القوى، وجعل أمن كيان الاحتلال بعمقه بمؤسساته الحيوية بمقدراته الاستراتيجية تحت التهديد، يستحيل فك الحصار، يستحيل إيجاد حل لقضية الأسرى، يستحيل تأمين الحماية للقدس. نحن بتنا الآن أمام معركة لا بد منها من أجل إعادة تثبيت الضوابط التي يجب أن تشكل قواعد الاشتباك. إن شاء الله لما فر منها، إن شاء الله إحنا هذا الأمن الوحيد ما تبقى إن شاء الله. أمان بعد الله طبعا سبحانه وتعالى، أمننا في المقاومة إن شاء الله، صوتكم رح يوصل إن شاء الله، نتمنى لها إن شاء الله. إنه إن شاء الله ألف شكر إليك، سهرة طيبة إن شاء الله لكم جميعا، تذكرون دائما القادمة وأن نسمع دائما يعني أنت وزملائنا الآخرين من القدس أن تضعونا دائما في الصورة، رغم أهمية أن نستمع لمشاركاتكم في قضايا أخرى، لكن بيعرفوا زملائنا في القدس أنني دائما يعني أؤكد عليهم أن يعني يتكرموا بأن تكون مداخلات إضاءة على المشهد المقدسي.
شكرا جزيلا دكتور أمجد. أخ علاء تفضل. قدس مرة أخرى. سلام القدس عليكم ويسعد مساكم جميعا. الرحمة لشهداء المقاومة جميعا وعلى رأسهم الحاج رضوان. أنا بدي أضيف كمان زي ما حكيت هلا أنت على وضع القدس، وهي كانت أساس شرارة حرب أو جولة سيف القدس واحد، يعني نحط واحد لأنه الاحتمال الكبير أنه في اثنين إذا ظل الأمور متصاعدة في الوتيرة هاي. بدي أعطي نبذة عن الأمور اليومين أو ثلاثة أيام اللي فاتوا، هي مواجهة شرسة، وهي زي ما بلشت في شهر 4 وأنتج عنها هي جولة سيف القدس. هلا بالنسبة للشيخ جراح، هاي المواجهة اللي بتصير في الفترة الحالية غير عن المواجهات السابقة. هلا في عندك السبع المنازل اللي مهددة بالمصادرة، اللي كانت دائما المواجهة تكون على أساسها، من ضمنها من الكرد وكمان كم من عائلة. هذا المنطقة هلا المواجهات على بعد 50 إلى 100 متر بحي صغير توجد فيه تقريبا 35 عائلة. هذا الحي القرار في قرار من الحكومات الإسرائيلية متعاقبة إنهم يشيلوه كامل، بدهم يشيلوا أكثر من 35 منزل. هذا المنازل هي منشأة ما قبل ال 67 وال 48 إلى آخره. واحدة المنازل كان فيها والدي هو أخوه ساكنين فيها في قبل 67، اللي بيت بالذات اللي في المواجهة دار سالم حاليا. هذا البيت منطقة قريبة جدا على خط التماس اللي كان بسمى مسبقا خط الحرام، اللي كان يفصل بناتهم الاحتلال 48 والسبعة وستين. أمطار قليلة جدا كانت دائما خط الحرام هذا اللي تصير عليه مواجهات من 48 لغاية 67 بين منطقة في منطقة القدس بين الشيخ جراح وحي المستوطنين أو المحتلة من قبل كيان الصهيوني. هذا الحي بنوا قبل فترة حواليه مركز ومكتب التأمين الوطني الإسرائيلي، وبدهمش ولا أي منزل عربي في المنطقة هاي نهائي. هم بدعوا أنه عندهم أبواق مزيفة طبعاً على ال 35 منزل هدول، تقدر مساحة الأرض بما يقارب 10 إلى 15 دنم مقام عليهم ال 35 منزل هدول. حي كامل بدهم يشطبوه ويشيلوه ينتزعوه كامل من حي الشيخ جراح لإقامة بؤر استيطانية جديدة عليها. الملفت في النظر إنه هاي المنطقة ملاصقة بفصل بناتها الشارع عن الإسكان الإسكان المستوطنين المحتلين لهذه المنطقة، وبدعوا إنه هاي المنطقة جميعها بدون استثناء قريبة على ما نصب أو إذكار إلهم أو خخام الأخير بسموه شمعون صديق. وهاي المنطقة هذا بروح بزرود دائما، وبدعوا إنه كل المنطقة جميعها منطقة بالنسبة إلهم دينية، فلازم تكون هاي المنطقة كاملة خاضعة للمستوطنين اليهود المتدينين، ويقيموا عليها الشعارات الدينية تبعتهم، ويقيموا عليها بناء استيطاني إلهم، يكونوا قريبين جدا من هذا المزار تبعهم. آخر ثلاثة أيام كانت المواجهات شرسة جدا من قبل المستوطنين بالهجوم على هذه الإسكانات وهذه العائلات المقدسية. واليوم حط المكتب تبعه المتطرف الصهيوني بن غفير في المنطقة اللي تقع بالقرب من المسكن تبع دار سالم، وكان مع المرافقين وجميع المستوطنين اللي عندهم العداء الكبير للمجتمع العربي الفلسطيني، اللي بيقولوا انه احنا مجرد يعني ما
الكلمة مش لازم نحكيها، بس إحنا مش لازم نكون في كل المنطقة هاي، لازم تروح تشوفوا لكم بلد تانية تعيشوا فيها. فحاليا خوف إنه يكون في توسع كبير في المواجهة. رئيس الكيان الصهيوني، رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنت بعت نائب رئيس بلدية القدس ورئيس بلدية القدس أيضا بالتوسط مع هذا المستوطن الشرس بن غفير، على أساس أنه يشيل المكتب اللي أقامه غاد، على أساس أنه ما يكونش في التطور في المواجهة المباشرة بين الشباب والعائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مع المستوطنين هناك. لكن الأمر تصاعد بشكل كبير بالمواجهة بالأيدي وبالهروات وحتى بالألفاظ النابية على من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال على العائلات وعلى الشباب المقدسي، اللي خلى كل القدس دون استثناء وحتى المسيرات من هلا يعني طلعت الساعة 9 بنابلس برام الله بعدة مدن فلسطينية، وحتى الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون الاحتلال أطلعوا قرار غدا بإرجاع جميع الوجبات الغذائية بتصعيد جديد داخل سجون الاحتلال على الهجمة الشرسة اللي بتصير في الشيخ جراح. إذا بدنا نرجع بالذاكرة لشهر 4، المواجهة بلشت من هيك نقطة بس كانت حدتها خفيفة وتصاعدت شوي شوي. إذا استمرت الأمور بالشراسة هاي وما كانش فيه إلها رادع من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمستوطنيه في المنطقة الشيخ جراح، أنا باعتقادي أن الأمر راح يكون فيه تطور وتصاعد كبير. المواجهة مش راح تكون زي مواجهة سيف القدس واحد، الأغلب إذا ضل الأمر بالقدس بهاي المرحلة راح يكون مواجهة شاملة وكبيرة، لأنه الوضع يعني إحنا شرحنا كتير بحلقات سابقة عن وضع القدس وعن الأمور كلياتها، وهي الدكتور أمجد بالحلقة الأولى اللي دخل فيها معنا نقاش حاليا أعطى وجهة نظره. لا إحنا عندنا نقاشات سابقة وعارفين شو الأمور، بس لما يجي شخص عندنا من القدس ويحط وجهة نظر كمواطن فلسطيني عايش في القدس، يقول لك أن القدس في وحيدة دون أي مساعدة من أي جهة حتى لو كانت جهة من داخل فلسطين، والأمور على المواطن المقدسي واصل لمرحلة الاستسلام النفسي بأمور أنه إحنا مش قادرين نسوي ولا شيء. الله العليم من الأمور لما حكينا فيه أنه المواطن الفلسطيني أصبح يحكي كلمة الموت أرحم، يعني مزبوط أنه إحنا هنا وصلنا للكلمة أن الموت أرحم، أو أي حدا يضربنا قنبلة أو شو ما يصير فينا، المهم نرتاح من الوضع اللي إحنا فيه. إحنا ما كنا نهول لما نحكي على المواطن الفلسطيني شو بيحكي أو شو بيقول أو شو ببرر، لأن الوضع اللي عايشين فيه إحنا هنا بالداخل ممكن الناس يحكوا لنا أنه إحنا كشعب مقاوم داخل مدينة القدس أو فلسطين فيش عندنا نظرة لقدام، أنه في عندنا محور كبير في المقاومة وعندنا نقاط مش لازم نتجوزها، لأنه في عندنا استراتيجية محطوطة. بس أنا لما كنت أحكي على المواطن اللي ما عندوش الانتماء الكامل لهذا المحور اللي إحنا عايشين فيه وعارفين شو معنى إنه منحكي عنا قوة بمحور المقاومة، إنه لما نجي نحكي على مثلاً مواطن عادي بعرف شو محور مقاومة، إنه ممكن في استراتيجية حدثة للدفاع أو للهجوم في مرحلة معينة. فأنا اللي أنا بدي أوصله إنه المواطن الفلسطيني والمقدسي خاص عايشين في مرحلة صعبة جداً من الناحية المعيشية ومن الناحية النفسية، بغض النظر شو الوضع الاقتصادي، بس إنه لما يتدمر الإنسان الفلسطيني من ناحية نفسية بوضعه كمواطن عايش في بلده تحت احتلال وتحت مسمى عملية سلام مزيفة، وفي مين يكون إنه يحكي عن حاله سلطة أنا بدافع عنكم وهي سلطة التعاون مع الكيان الصهيوني، هان الأمور داخل الإنسان الفلسطيني بحس إنه هو عاجز إنه يسوي أي إشي أو إنه يقدر يفسر على الوضع اللي عايش فيه، إلا ممكن يروح لمرحلة إنه أنا أموت لو بعملية استشهادية أو شو ما كان وضعها، المهم إني أنا أنهي الوضع المأساوي اللي أنا عايش فيه. السلام القدس عليك. شكرا أخ علاء، شكرا لك.
دكتور زياد. سلام القدس عليكم جميعا. سلام القدس. الحقيقة في أربع ملفات أو مواضيع بدي أحكي فيها. الموضوع الأول هو إحصائي. قبل ما بلش الحلقة اطلعت على حلقة 60 دقيقة الماضية ولاحظت أنه من أربع أسابيع في ارتفاع كبير بعدد المشاركين في الحلقة، يعني كنا ما يتجاوز عددنا للحلقة 60 دقيقة ما يتجاوز 35، اليوم كنا 55، ومع المشاركة المشاركين في النقاش كان ينخفض مثل ما انخفض اليوم، بس دائما كان في حد أدنى. بس أهم من هيك إنه على اليوتيوب 27,000 واحد شاهد، وفوق 1,000 واحد حوالي تقريبا 1,000 واحد حطوا لايك. بالنسبة للحلقة النقاش العدد أقل، لأنه ما كل الناس تقدر تقعد 4 ساعات، آخر مرة كانت 3 ساعات ونص بالحلقة. حوالي 4,700 واحد عم بيشاركوا. يعني هذا محور أساسي في معركة الوعي اللي نحن عم نقوده. يعني كل هدف الحلقة مش بس للدردشة، ولكن لتعميق الوعي، لأنه كل واحد في محيطه عم بيحكي وبيرجع ببث الفكرة وبيساهم إلى حد كبير في السنة. يعني هيدا حبيت أقول إنه اللي عم نقوم فيه عمل يعني له نتائج ملموسة. إذا بدك الواحد يفتش على بعض المقاييس المعيارية اللي بيقدر يشوف إذا عم يتقدم ولا عم يتأخر، لا عم يتقدم في هذا الموضوع. هذا الموضوع الأول، وبتمنى أنه نستمر في هذا المسار. الموضوع الثاني هو موضوع أوكرانيا. أنا حضرت مقال بعتاد حيكون عندك أستاذ ناصر بكره، حول جوهر المعركة في أوكرانيا. صحيح بكثير من الاشي اللي ترددت بالإعلام واليوم اللي بعض الإخوان رددوها منها صحيح، بس أنا بعتقد إن الموضوع مش كما يصور إنه قضية دخول أو عدم دخول أوكرانيا لحلف الأطلسي، لأنه هذا موضوع من وارد بالأساس. دخول أوكرانيا أو أي دولة أوروبية إلى الأطلسي يتطلب الإجماع حسب ميثاق الأطلسي، ويكتفي أن تقوم روسيا مثلا باتفاق ثنائي مع أحد الدول، مع فرنسا أو مع ألمانيا أو مع أي دولة، لعدم توسيع العدد في الأطلسي لا يوقف الموضوع. إذا مش هون الجوهر، وإن كانت الولايات المتحدة تصور أنه هذا هو الموضوع، الموضوع في مكان آخر. إذا فينا نقول أولا من ناحية الروسية هو لإعادة التفكير بالأمن الأوروبي. الأمن الأوروبي واحد لا يتجزأ، بينما الموقف الأمريكي يعتبر أن الموقف الأمن الأوروبي لا يضم روسيا، وبالتالي هو موجه ضد روسيا. يعني في مخالف، يعني مقاربة على تناقض 180 درجة في موضوع مفهوم الأمن. الأمن أمن مشترك لا يتجزأ، إذا بدكم أمن ما فيكم تعملوا أمن على حسابنا. هذا بالخلاصة. الأمريكي بيقول مش هذا موضوع الأمن، الموضوع هو أوكرانيا، وعم بيضخم الموضوع في أوكرانيا لأغراض داخلية في أمريكا على متناولة. بس الهدف الرئيسي الأمريكي من موضوع التصعيد في أوكرانيا هو لمنع ألمانيا من التقارب مع روسيا. وزلة اللسان اللي قاله بايدن لما استقبلوا لشولتز يوم الاثنين الماضي، انه نحن حنمنع تشغيل خط السيل الشمالي الثاني، لانه ما بدنا ان تكون المانيا تابعه من ناحيه الطاقه لروسيا، لانه هذا حينمي العلاقات، وتنميه العلاقات بيؤدي الى تذويب الجليد والى ديناميكيه جديده نحن لا ترضينا ولا تفيدنا، بالعكس بتكون ضد مصلحتنا. ما بنقدر نجند اوروبا لتواجه روسيا، ونحن همنا نواجه روسيا. هذا المنطق الامريكي. اذا من ناحيه هو منع المانيا الوصول الى روسيا والتقارب من روسيا، ومن جهه ثانيه الروسي انه موضوع الامن تبع مشترك، مما يسقط جدوى الحلف الاطلسي. يعني الهدف الاستراتيجي الملموس هو تفكيك الحلف الاطلسي،
هذا هو جوهر الصراع. أما الحرب في أوكرانيا، إذا الأوكرانيين عم بيقولوا ما كل هالكلام اللي عم نسمعه مش بالإعلام الغربي صحيح، ولا الكلام اللي صار مع الرئيس الأمريكي صحيح، وخاصة المشادة الكلامية اللي صارت بين زيلينسكي وبايدن، قال له زيلينسكي اللي عم أهلك هتكبر الصوت مع كل الإشي اللي عم بتصير عم يعني تحكي عنه موجودة على الأرض. يعني أنه ما في قناعة لا بأوكرانيا ولا بدول أوروبا أنه في هنالك عملية عسكرية كبيرة هتكون تقوم فيها روسيا. إذن هذا الموضوع مش موضوع الأساسي، الموضوع الأساسي في مكان آخر. هذا حبيت ألفت النظر عليه. نعم. أما ليش التصعيد؟ لأنه الوضع الداخلي في أمريكا أصبح شبه كارثي. طبعا ما بنشوفه بالإعلام لسبب بسيط، 90% من الإعلام الأمريكي تملكه 6 شركات فقط، 6 شركات فقط تملك الإعلام. يعني هذا رأيي وهذا رأيي وهذا رأيي وهذا رأيي، وما بيحق لك تسمع إلى رأيي. في الإعلام الموازي بالإنترنت في مرحلة كبيرة جدا من الأعراض المتراكمة. ما يحصل اليوم في كندا عم بيمتد لأمريكا. العصيان المدني اللي بلش بكندا عبر المظاهرة الكميونية بس تمرد على إجراءات طلع بيان لسرايا القدس حول ما يجري في شيخ جراح، تفضل. الحملة الكميونية في كندا اللي هي ضد القرارات التعسفية بموضوع الكورونا امتدت للموضوع السياسي، انه لا لقمع الحريات وحق التعبير وحق التمجمع الى اخره. وهلا صار في إلون صدى في امريكا حملة كميونية حتبلش من سان فرانسيسكو لتوصل للعاصمة. هذا نوع من التمرد ضد الولايات اللي بتحكمها الحزب الديمقراطي، او المدن الكبرى اللي حاكمها حدا من الحزب الديمقراطي، والقرارات التعسفية اولا في موضوع الكورونا، ولكن امتدت الى كما حرية التعبير، انه كل من يخالف هذا الرأي يا اما ارهابي او عنصري. يعني كلام يعني تقسيمي الى الاخر. يعني الوضع الداخلي في امريكا اصبح تدهور يوما بعد يوم مع تفاقم التضخم. هلا بيقولوا الاعلام الرسمي او المهيمن ان مستوى التضخم حوالي اقل من 2%، هو بالفعل اكثر من هيك، 25% 30% 40% حسب القطاعات. بين يعني اذا اقروا بحوالي 7% مع كل التخفيضات، ولكن هذا لا يخفي ان التضخم موجود في قطاعات مثل التربية، مثل الفنادق، مثل السفر، مثل المأكولات إلى آخره، بشكل ملموس أنه صار في مشكلة اقتصادية اجتماعية تمس الجميع، وهذا الإدارة مش قادرة تواجهها. إذن الوضع الداخلي في أمريكا يتفاقم، بالإضافة أنه الاستطلاعات الرأي الآن تدل أنه تدهور شعبية الرئيس وتدهور حظوظ الديمقراطيين، وبحاجة لتوجيه الأنظار عن هذه المسألة أنه بركي أوكرانيا. الرأي العام في أمريكا لا يؤيد أي مغامرة عسكرية في أوكرانيا، وهذا يعني بيؤدي أن مشروع التصعيد مشروع محدود. لسبب نشوف أنه الأمريكي بحاجة إلى إنجاز ما على الصعيد السياسي، قد يتجلى في موضوع النووي. وأنا بعتقد القضية ما بقى تطول، إذا حددت بعض المصادر أنه التوقيع ب 21 أو 22 الشهر، يعني كل أسبوع بيبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بل كل حادث بحديث. إذن الموضوع الداخلي في أمريكا هو المحرك الأساسي للقرارات التعسفية أو الاعتباطية أو الارتباكية اللي عم تقود أمريكا على الصعيد الدولي. يضاف بالمقابل التفاهم الاستراتيجي بين روسيا والصين، يعني الإعلان المشترك اللي صار بجنبي 4 شهر، اللي مش بس بيان إعلامي، برنامج سياسي مانيفستو، يعني 5400 كلمة، يعني بحط بكل المواضيع شو بدنا نعمل، اللي بيكرس إنه الحالة أكثر من تحالف ولكن أقل من اندماج، اللي عم يراهن على إمكانية ضرب السفين بين روسيا والصين، بده يفتش على مأخذ آخر أو مأخذ آخر ليقدر يضعف هذا الموضوع. هذا التحالف عم يتماسك أكثر وأكثر يوم بعد يوم،
الخمس سنين اللي تفضل فيها سيدنا قلنا ناصر انه نشوف نتيجة، بعد خمس سنين بتكون انحسنت الامور، يعني هنشوف النتائج قبل، يعني خلال هالسنة هنشوف انجاز النظام المالي الدولي الذي يتجاوز السويفت، هنشوف بلشت مش هلا ان اليوم التعامل حيكون بالتبادل التجاري باليورو مش بالدولار الى ان يصير في تعامل بالرمبي، يعني بنشوف اجراءات عمليه وعم نحكي بمليارات الدولارات، هذه مش انه دولتين صغيرتين لا بيقدموا لا بيأخروا على صعيد المبادلات التجاريه الدوليه، ثقل التجاره الدوليه هناك، الصين حجم التجاره الدوليه 6 تريليون دولار، 6 تريليون دولار، القسم الاكبر اليوم عم بيكون مع دول اسيا. طيب هذا منا شغله بسيطه، يعني ما حدا بيقدر يقفل صوغه ويقول انه لا بتقدم ولا بتاخر، الدولار بعده مسيطر، لا الدولار بده يرجع يوصل عمله من بين العملات مثل ما كان قبل السبعينات، في عندك المارك وعندك الدوتش الفرنك الفرنسي والليره الطليانيه والدرهم اللي نقيين، بيكون في دولار لا لن عمله مهيمنه ولا عمله الاساسيه كعمله احتياط، هيدا حيصير واقع الدولار في المدى المنظور، انا اللي بعتقد ما بيتجاوز 3 4 سنين، يعني مش اكثر من هيك، يعني اليوم تسعير معظم السلع عم بيكون بالدولار، اذا ببلش تسعير السلع بعمله غير الدولار الطلب على الدولار بده يهبط، لما بيهبط الدولار شو معناته؟ معناته انه ما بتقدر تستعمل الولايات المتحده ويوجد الدولار للهيمنه الاقتصاديه والماليه على الدول الاخرى، يعني هذا بشكل مبسط. اذا هذا التحالف الاستراتيجي اللي صار بين الصين وروسيا نتائج حتكون من هلا، ولكن تكون اكتملت بعد خمس سنين، مش انه منبلش بنشوفه بعد خمس سنين، انا في وجهة نظري. صحيح. نوصل للموضوع الاخير اللي هو موضوع ترسيم الحدود. استمعت مداخلة الاستاذ ناصر واستمعت التفسيرات لصديقنا كارلا. انا ما بدي ادخل صراحة في موضوع التقنيات خط 21 23 او 29، انا لانه بعترف انه المنطق اللي تفضل فيه ناصر منطق متماسك صعب كثير نقده من ناحية المنطقية، ولكن انا ماني واصل له. انا قبل ما اوصل لهون منتقد المبدأ، شو عدم مبدأ ندخل بالمفاوضات، يعني صرنا 72 سنة 79 سنة بلا غاز ونفط كمادة للأساس، هلا انحشرنا إنه بدنا نحل المشكلة، وإذا قضية الاقتصادية في لبنان تتطلب الغاز والنفط، أنا كاقتصادي بقول لك هذا غير صحيح. أنا كل المقاربة الاقتصادية اللي حضرتها ونشرتها وعملنا محاضرات وندوات لا تأخذ بعين الاعتبار إنه عندنا غاز ونفط، بالقدرات الموجودة ومع التشبيك نقدر نوصل للحلول. إذا ما حدا يقدر يقول لي الواقع الاقتصادي هو الذي يفرض مبدأ التفاوض حول الحدود، هذا ماني مقتنع فيه. هلا إذا في اعتبارات أخرى أنا ماني دريان فيها وأنا مطلع عليها تتعلق بمعادلات داخلية دقيقة، هذا موضوع آخر، ولكن خطر الانزلاق إلى مشاريع أخرى أكثر خطورة بيكون تم التمهيد له بهالاتفاق غير المباشر مع الكيان حول الحدود. يعني ما لازم تكون هذه السابقة للوصول إلى تفاهم ما حول أي قضية سواء كبيرة أو صغيرة في موضوع العلاقات مع الكيان الصهيوني. الضغط الأمريكاني اليوم موجود، بس أنا ماني واثق خدمه مستمر، لأن الواقع الأمريكاني يتغير ويتدهور يوما بعد يوم. على شو خايفين؟ إنه خايفين من العقوبات اللي فرضتها أمريكا على بعض القيادات السياسية، صراحة طافزين، وبعدين شو بتقدم وشو بتأخر؟ كل شيء بيقدر يعمل الأمريكان يسيطروا على الأموال لهؤلاء السياسيين اللي حاطين فلوسهم برا. يا لطيف شو بتزعلني بالموضوع؟ يعني شو فرقاني معي؟ يخدوا له مصرياتهم، بركب بتروح قوتهم في لبنان وبيحلوا عنا. يعني ما تكون هذه الحجة للحفاظ
على علاقات سياسية معينة بين قوى المقاومة وقوى متحالفة معها، لأنه تكون أنه تبرير التفاهم الوصول إلى حل. يعني أنا حريص جداً أنه ما يصير في ابتزاز لبعض المواقع السياسية في لبنان على المقاومة، حرصاً للحفاظ على علاقات المقاومة مع هذه القوى لتمرير صفقات ذاتية ليست موضوعية ولا تؤدي. مين قال أن الخط 29 هو الخط الأساسي؟ إذا بعدين ليش تم ترويج أنه خط 29 هو خط تقني للحد الأقصى؟ خلال الفترة السابقة تم الترويج أنه هذا هو الحد الأدنى، فجأة بنقول أنه هذا السقف الأعلى الأساس هو الخط هوف بدنا نمنعه. يعني ما كان هالسردية موجودة. أنا ما بدي أدخل بهالتفاصيل، بس بالمبدأ ليش نحن بدنا نتفاوض؟ خلي غزو البحر شو بدهم يعملوا، وإذا إسرائيل بدها تتمد في نقدر في وسائل ردعها. تقول الواقع الاجتماعي السياسي، أمتى كان الواقع السياسي مؤيد أو مساهم أو داعم لموقف المقاومة؟ إذا بدنا ننطر ليصير في مزاج سياسي ما حنعمل شيء صراحة. وما كان في مقاومة بالأساس. إذا ننطر أنت بكتابك تشرح أن الظروف الموضوعية للقيم المقاومة كانت متوفرة، والجدل الفكري البيزنطي وحدة تحرير أي أولى ذاك كل كلام فارغ، تخطو الخطوة والخطوة هي بتفرض الخطوة الثانية. نحن شو الله جبرنا نعمل ترسيم حدود بالمرحلة الحالية؟ مش هتحل شيء. لك حتى الحلول اللي عم يتوخوها، حتى موضوع جر الكهرباء من مصر في نقطة استفهام، شو ناطرين؟ إذا لا عندهم القدرة يعطوك الحل، وإنت ليش بدك تسلم بحق؟ ما بفهم. أنا بعتبر صراحة مفاوضات غير مباشرة مثل مفاوضات الكيلومتر 101 اللي أدت إلى كامب ديفيد، خط الانزلاق كبير، وما حدا يقول لي إنه هيدي ما بتمس بالسيادة والمصلحة الوطنية. لا، بتمس بالمصلحة السيادية والوطنية. منا مجبورين، ما ضروري نعمل حرب عليها، بس منا مجبورين نروح على المفاوضات. فرجينا الأمريكيين شو بيقدر يعني. وشكرا. شكرا دكتور زياد. يعني طبعا نحن الدكتور زياد كل ما يقول له مكانته وأهميته، وأنا لهالسبب بدي يعني الموضوع يكون للأسبوع القادم نناقش فيه، لسبب لأنه المقاومة لا تستطيع أن تدافع عن خط دون أن يكون الدولة تعتبر هذه هي حدود لبنان، ولا المقاومة بصير بالنسبة إلى كل المنصات الغاز اللي قيمتها إسرائيل على الثروات الفلسطينية بالمفهوم التاريخي لها حق الاستهداف. الحدود البرية، الدولة اللبنانية بتقول مزارع شبعة لبنانية، ولو ما قالت الدولة اللبنانية مزارع شبعة لبنانية، المقاومة معركتها في الدفاع عن المزارع وفي القول أن حق تحرير المزارع هو حق للبنان والمقاومة معنية بأن تقاتل، كان مطعون فيه عم بحكي من الأطراف اللبنانيين الآخرين، وبالتالي هون الشرعية والمشروعية اللي عم بحكي فيها. قدرة المقاومة على أن تكون قوة حماية وتخوض حرب من أجل فرض الحقوق تبدأ من تثبيت خط لبنان. مثل ما قلنا بدأ يعني مر بمراحل. بمرحلة أولى كانت حكومة السنيورة سنة 2007، راحت بال 2008 وقعت مع قبرص خط ترسيم اللي هو المعروف باسم الخط واحد، اللي بيمتد خط مباشر من رأس الناقورة إلى النقطة واحد اللي هي نقطة تقاطع مصر قبرص لبنان. الترسيم الأول تم اللي اعتمد فيه الخط 23 بال 2011 وتم التصحيح. إجا خط تاني بيقول الألفين، بيقول الخط 23 بال2021. إذا مثل ما قال سمعت السيد، إذا سمعنا كلنا أكيد أنه نحن نتمنى أنه الدولة اللبنانية تتبنى الخط الأبعد مدى بغض النظر عن المفاوضات، أنه تجي تقول الخط 29 هاي حدود لبنان، وبتروح بتفاوض أو ما بتروح بتفاوض بصير موضوع تاني، لأنه المقاومة عندها ستكون محمية بأن تقول كل استثمار إسرائيلي داخل الخط 29 هو اعتداء على حقوق لبنان والمقاومة ستتصدى له. الآن ليس لدى المقاومة خط
تستطيع أن تقول عنه إلا الخط 23، لأنه مسجل بالأمم المتحدة بقرار من الحكومة اللبنانية وصادر في مرسوم. إذا بيتعدل المرسوم وبتصير الدولة اللبنانية عم بتقول الخط 29، المقاومة أكيد تلتزم بأن تحميه بمعزل في مفاوضات أو ما في مفاوضات. من هون قدرة المقاومة على أن تحمي مشروط بتبني الدولة. الدولة ليس محسوماً عندها الآن إلا الخط 23. لما عم نحكي عن مفاوضات غير مباشرة، طبعاً في رأي بالمفاوضات غير المباشرة أنه ممكن تؤدي أو لا تؤدي، بيعتقد عين المقاومة مفتوحة لما انطرح موضوع الشركة المختلطة مش لبنانية إسرائيلية، الشيء اللي إجا عرضه هذا اللي بيؤدي لانزلاق هوكشتاين، أنه من لازم شركة تتعاقد مع الدولة اللبنانية من أجل استثمار حقوقها في المنطقة الواقعة بين الخطين، وبتوقع مع الحكومة الإسرائيلية نفس الأمر، وهي الشركة هي اللي بتعمل التقاسم بالآخر، تقول للدولة اللبنانية هذا الذي قال عنه شبهة التطبيع سماحة السيد. وأنا برأيي هذا الموقف المبدئي الصحيح. هلأ الأمر يحتمل طبعا أنه نناقشه بجلسة قادمة. أنا اللي بدي أقوله بختام هذه الحلقة تأكيد على اللي قاله الدكتور زياد لجهة أهمية حيوية الاتساع والمشاركة والنقاش. طبعا في جانب يعني بتمنى على الزملاء يعني مزيد من التجرؤ في دعوة أصدقاء للمشاركة، وبدي أشكر يعني دكتور أمجد على مشاركته، واتمنى مشاركته تستمر معنا وزملاء آخرين عم ينضافوا لنا يزيدوا أكثر وأكثر. بدي أقول أمر تاني، أنه حيوية النقاش بالخلافات التي تحملها وجهات النظر هي مرة أخرى عامل حيوي ومهم لتتبلور الأمور بصورة أوضح. لا أختم بنقطة إلى علاقة بالقدس، لأنه نحن يعني كنا قد نكون، لأنه يبدو هلأ فككوا له مكتبه للنائب الكنيسة الصهيوني من حي الشيخ جراح، وهذا دليل أنه الإسرائيلي يخشى ويخاف من الانزلاق إلى معركة، وأنه لا الفلسطينيين وخصوصا المقدسيين مش متروكين. لو متروكين المعادلة الإسرائيلية كانت مثل ما كنا عم نحكي عن النفط والغاز، مثل ما الإسرائيلي كان بمد إيده على جوني بنقب، كان بموضوع القدس مش بس بيجيب هذا، بيجيب فوق منه 4 نواب ويفتح لهم مكاتب بقلب البيوت وبيجبر الناس على مغادرة البيوت. لولا شعور الإسرائيلي بأن الأمور بدأت تتصاعد وأن هذا التصاعد سيؤدي إلى تدحرج نحو مواجهة، وأن قوى المقاومة الفلسطينية ستكون يعني رأس حربة في هذا الاشتباك، ومحور المقاومة سيكون ظهيرا لها وفقا لمعادلة سماحة السيد، لو هالخوف الإسرائيلي غير موجود ما بفك له مكتبه لغفير بيقول له شيل من هون هلا انت عم تعملنا مشكل طويل عريض. لذلك يجب ان تكون الرسالة التي تصل الى اهلنا في القدس انهم ليسوا وحدهم، وان معادلة المقاومة تحميهم وهي حاضرة، وهي معادلة لم تقلل كلام. يعني اللي بيعرف تاريخ المقاومة وبيعرف سماحة السيد ومعنى التزامه، ما ممكن ان يقال القدس معادل حرب إقليمية على لسانه وعلى لسان السيد عبد الملك الحوثي وقوى الحشد الشعبي. ما بيقال هذا الكلام لو لم يكن قد بني على حسابات وعلى قرار انه نعم نحن جاهزون للذهاب الى النهاية مهما تكن التبعات. فضعوا في حسابكم بامكانكم ان تقاتلوا وان تخرجوا وان تصعدوا وان تواجهوا وان تتحملوا تبعات هذه المواجهة، لانها ليست مواجهة يائسة، مش مواجهة ان تدفعوا التضحيات وبعدها يستتب الامر للاسرائيلي. قطعا لن يستتب الامر للاسرائيلي، لكن بدون المواجهة المقدسية ومعها أن يخرج شبان الانتفاضة في كل مواقع الدعم والمؤازرة وتحويل المشهد إلى حالة اشتباك، بدون هذا الاشتباك الشعبي ما بتقدر قوى المقاومة في غزة أن تدخل. بده يمرق ساعات على هذا الاشتباك الشعبي ويبدو أنه مواجهة متعاظمة حتى تدخل قوى المقاومة، وعندما تدخل قوى المقاومة في فلسطين سيكون محور المقاومة حكماً حاضرا. وهذا الذي جرى اليوم، وانا اكيد انه الخبر اللي اجى يعني صحيح، لكن الان قوى المقاومه، انا اجاني خبر عن بيان للسرايا، واعتقد انه الان اكيد في بيان اخر للقسام للتهديد والانذار بانه عندما يعني تتمادى اسرائيل المقاومه ستكون حاضره للرد، ومعادله سيف القدس سوف تكون معظمه هذه المرات
عما كانت عليه في المرة السابقة. بختم بهذه النقطة لتبقى حية وحيوية في خلاصة وحصيلة لقاء اليوم، لأنه نحن أولاً مبلشين اسمنا منتدى سيف القدس، وصباحنا صباح القدس، ومساؤنا مساء القدس، وسلامنا سلام القدس، وسلام القدس لكم وعليكم دائماً وأبداً. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. لا تواخذونا عن أوكرانيا.